كانت النهارده ورشه مهمه جدا تناولت العديد من الموضوعات الهامه بمشاركه يعني تنوع كبير من الاحزاب السياسيه وشباب الجامعات. كان الحديث او ما يثار حول الحديث في النقاط الاساسيه حول المحليات، قانون الانتخابات المحليه، استحداث بعض المحافظات زي محافظه الواحات البحريه. يمكن كان مهم جدا ان احنا نستمع الى رؤى الاحزاب السياسيه في كيفيه خوض الانتخابات المحليه، رؤيتهم في تطبيق اللامركزيه، وايضا في فكره ان يتم استحداث بعض المحافظات نتيجه توسع المحافظات حاليا، وان هذه المناطق يعني الشاسعه يعني بيكون فيها حاله من غياب كامل للخدمات والبنيه التحتيه. الواحات البحريه فيها ثروات معدنيه وزراعيه وصناعيه وسياحيه كتيره. نتمنى في الفترة الجاية الحوار الوطني يدينا فرصة ان احنا نحيي ملف زي انشاء محافظة الواحات البحرية اللي في الحقيقة مدروس من اكتر من 10 سنين. الحوار الوطني يدينا فرصة ان احنا نتكلم في الموضوع ونفتح الملف من اول وجديد. عملنا جلسة وسمعنا اراء كل الاحزاب وكل السياسيين وكل فئات المجتمع، قدرنا ان احنا نشوف ايه اللي احنا متوافقين فيه وايه اللي احنا مختلفين فيه وايه العوائق اللي بتقدمها. عايزين نعمل زي خطة ومقترح لتنمية الواحات البحرية. عندنا مشاكل في الإدارة المحلية وفي قانونها وفي انتخاباتها.